ابنك ده لازم يتربى عشان اللي عمله ده غلط. بعدين يا اخي احنا في مصر، يعني ما ينفعش يمشي مع بنتي ويعرضني للفضيحة دي باللي عمله. فهمه ان اللي عمله ده يعمله مع اللي قده. ربنا ما يجيب فضايح. معلش انا ما كنتش اعرف. لو ما تعرفش عرفك انا، البنت دي تبقى بنت ابن اسماعيل البحراوي، ولو مش عارف مين هو اسماعيل البحراوي اسألني انا اقولك. انا بعتذر لك، انا اسف ان انا ما اعرفكش يعني. لا لازم تعرفني كويس اوي، ها؟ عشان الننوس ابنك ده ما يكررهاش تاني، ويعرف ان بيت البحراوي وعيلة البحراوي ما يهوبش ناحيتهم. ومن النهارده دي اخر مره عينك تلمح طرف البنت بس. امين. تمام انا بتكلم معاه. يلا. لا يا اخويا، تتكلم معاه دي لما يكون مقلبك في حته شوكولاته وبياكلها من وراك. انا بقول لك ان ناقص ربايه، ولو مش قادر تربيه قول لي انا ربيه. طب بص يا حضرة ولا يا استاذ ولا يا حاج، انا معرفش بيقولوا لك ايه الصراحه. ابني ده متربي احسن تربيه. ابوه اللي قاعد قدامك ده مهندس كبير، وامه خريجه جامعات اجنبيه، ومجموعه اللي جابه في الثانويه اكبر من مجموع ثروه سعادتك. وبالعكس بقى، اللي انا فهمته منك دلوقتي ان بنت ابن اسماعيل البحراوي هي اللي عرضته انه يسيب التعليم ويتجه للمزيكا. موضوع اختياراته ده انا هبقى اشوفه معاه بعدين، لكن ان حد يقل ادبه عليه او يقلل منه او يهينه، ده اللي مش هسمح بيه لا منك ولا من اللي اكبر منك. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت، وكلامي ده مش هكرره مرتين. ده اثار ان قله الادب دي وراثه جدا عندي. ده بقول لك ايه؟ ايه؟ انا سكت لك بقالي كتير، هتغلط فيه تاني او فيا انا مش هسمح لك، فاهم ولا لا؟ يعني ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ لا هعمل كتير عشان الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انا مين. ايه ده اللي انت بتعمله انت وهو؟ بس انت ايه ده؟ فرحت تفز. ماما انت ايه اللي جابك هنا؟ لما حكاية صحيح، مش كنت تقول لي يا معلم ان الدكتورة اعتزاز دي تبقى ماما؟ دي الغالية. اولا انا مش معلم، انا مش مهندس، وبعدين انت اديتني فرصة اصلا عشان اتكلم. حصل خير يا حبيبي. لا معلش يا ماما، ثانية واحدة، الراجل ده غلط في ابني جدا، فلازم عمر اصلا اللي يسامح. حصل خير يا باشمهندس، والله العظيم ثلاثة انا ما كنت اعرف انه حفيد الدكتورة اعتزاز، دي الغالية. الراجل بتاعك ده مش محترم على فكرة. عندك حق، عندك حق. مساحة فيا وبعدين حط نفسك مكاني، دي حفيدتي. وانا قلت للدكتور اعتزاز قبل كده انها امانه عندي. مش حصل يا دكتوره؟ حصل يا حاج طبعا، وانا مقدره جدا قلقك عليها وكل حاجه، يعني كل شيء بيمشي بالهداوه ان شاء الله. وطبعا عمر عارف انه غلطان. ما عملتش حاجه غلط يا زوزو، احنا كلنا كنا واقفين واصحابنا مشوا، هو ما قفشناش في شقه يعني. انت غلطان يا عمر، غلطان خلاص. معلش يا دكتوره، دول الشباب برضو واقتناعهم صعب، لكن قول لي يا عمر، هو صحيح انت سبت الدراسة ومركز في حكاية المزيكا دي؟ عادي يعني، وبعدين انا مش هدرس حاجة مش هستفاد بيها، انا قررت احترف مزيكا. وابوك ماشي ورا دماغك؟ ابوه حر وهو حر، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. ايوه. طب وانت اتحمقت قوي كده ليه؟ ما احنا اتصالحنا وبقينا زي الفل. خلاص ما دام اتصالحنا ما تعيبش في الواد وابوه، مفهوم؟ خلاص حصل خير، بس هو برضه زي حفيدي يعني، ما حصلش حاجه غلط. على فكره في ناس كتير عملت كده، حتى نوره. نوره؟ نوره مين؟ عملت ايه نوره؟ نوره بتفكر ياه ده انا طلع عندي ميعاد مهم قوي. تصور يا حاج لازم نقوم نمشي والله دلوقتي. الحمد لله يعني كل شيء تم بهدوء واتصفينا تمام وكل حاجة، الأمور مش مستحملة في الأيام المنيلة اللي احنا فيها دي. متشكرين جدا يا حاج، سلام عليكم. يلا سلام عليكم. شكرا يا حاج. سلام يا دكتور. سلام يا باشمهندس.